مرحبا بكم في فعالية الملتقى الدولي الرابع للجبر التطبيقي المقام بمركز الجامعي سي حواس بباريس. بالنسبة للملتقى الأول بالنسبة لي في ذلك كملتقى دولي، إلا أنه يعتبر امتداد طبيعي لجهود كانت سابقة، حيث كان هذا الملتقى العقد في سنة 2009 بجامعة جيجن، ثم تلا مرحلة نسخة ثانية منه في 2011 في جامعة المسيرة العريقة. أود أن أرحب بجميع الحضور، كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من حضر وحاضر وسهر على إحياء هذه التظاهرة العلمية. بعد أن كان منظما قبل سنوات من جامعة جيجن سنة 2009 في الطبعة الأولى، والطبعة الثانية الثالثة بجامعة مسيرة سنتين 2011 و2015، نتشرف كثيرا بأن تكون هذه الطبعة الجميلة من فضلين محد العلوم للمركز الجامعي الشهير حواس بباريكا. من طرف فإننا كما جاء على لسان زميل الأستاذ صهيب قبل قليل، نحن داعمين بشدة محد العلوم والتخصصات والفروع التقنية بالمركز الجامعي الشهير حواس بباريكا. Le titre de la présentation est « Recent trends in the theory of aggregation ». Mathematics is also a discipline that calls itself aggregation theory. They study aggregation functions. In the beginning they were called aggregation operators, it's not so well chosen mathematical name, but because of that name the abbreviation AGOP remained aggregation operator. الملتقى الدولي الرابع للجبر التطبيقي بمشاركة ثلة من أساتذة الرياضيات من داخل وخارج الوطن. بهذه المناسبة استقبلنا عالم من علماء الجبر وهو البروفيسور برنار ديباتس من جامعة غون ببلجيكا، وعلى هامش هذه الزيارة خططنا للقاءات مع أبنائنا الطلبة وزملائنا الأساتذة لتبادل فرص التعاون العلمي بين المركز الجامعي باريكا وجامعة غون.